وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. البدري يحذر من نغمة الحسم. الجمهورية، الظهور الأول لصلاح محسن أمام المقاولون. المساء، باكا يعود لقيادة الهجوم أمام المقاولون. الأخبار، الأهلي يتحدى الغيابات والإرهاق قبل لقاء المقاولون. الوفد، عودة سعد سمير إلى تدريبات الأهلي الجماعية. المصري اليوم، عبد الحفيظ ينفي تعثر مفاوضات التجديد لفتحي والسعيد. الوطن سبورت، محمد الشناوي، جماهير الأهلي هي الأعظم في العالم وننتظر دعمهم للفوز بدوري الأبطال الإفريقي. اليوم السابع، الأهلي يعلن غياب معلول عن مباراة المقاولون العرب. فيتو، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.